مين؟ جاركم اللي فوق. أهلين جار. أهلين وسهلين. نازل لتحت. هيك لتحت؟ كان فوق. معناتها نازل لتحت. إيه سيدي. إيه. لك ولا للديب؟ شو ديب ما ديب خسر ديب؟ زكاتها. إيه. شوف لي بسف لي البناية، في ناس هيك مجمعين تحت. وإذا مجمعين شو المطلوب؟ سمي هون عم يدوروا على جميل. بس هيك؟ بس هيك، كلنا وردغطها ورجع رد لي جواب. تكرم، ما تخدمي مثل الخدمة. تكرم، مبين عليك ظريف كثير جار. بعتنا فدو. هاي هاي تعي لهون. وين فاركتي يا ورايحة عند الصباح؟ أول شي صباح الخير. صباح النور. ثاني شي رايحة لعند فرج عالسجن. إيه لا لا تروحي خليكي، بركي لساتهم مرابطيننا عالدراج. ماما جماعة أم التنافس ما بيضربوا نسوان. هلا أنتي نسوان؟ بعدين مو شرط يضربوكي، بياخذوكي رهينة. لا تروحي. هلا أنا فيق جميل خليه يطلع يستكشف لي من فوق لتحت إذا كانوا لساتهم ولا راحوا. إيه وأنا رايحة أحضر أكل لفرج. إيه روحي. افتحي بوسينا. ايه مرت عمي. صباح الخير مرت عمي. صباح النور. وينو رجال البيت وعموده؟ لساته نايم مرت عمي. نايم؟ روحي فيقيه خليه يطلع يستكشف لي انه اذا كان رجال وامه التنافسي ما زالوا ولا راحوا. امي استكشف، انا طول الليل عم بحلم بجده لفرج وعكاسته. ايه قوم طلل لك طلي، مو ضروري تكشف حالك. امي عكازة جدو لفرج عالشعرات، يعني إذا انكشف مني 2 ميلي رح يصيبني. كيف؟ شو قناصة هي؟ لك لا مو قناصة، بس صرنا 70-80 سنة عم يتدرب بالمختار، يعني إذا قال بدي جيبها بين عيونك، بيجيبها بين عيونك ما بتقلي، إذا قال بنقرتك، بتجي بنقرتك، بنافوخك، بتجي بنافوخك. جدو لفرج. لك حاجة بقى، روح لعند أبو كيروز، ادهي بعقلاته، بركي بيطلع هو بيستكشف. لا أمي لا، أنا ماني مستعد حط قتيل بخطيتي. يعني اطلع أنا؟ اطلعي. لا. لا أيها مرت عمي، شو تطلعي أنت؟ شو ما في رجال بالبيت؟ جميل. خسق الديب. اتصلوا بالإسعاف، خليهم يجوا يسعفوني. لو كان فرج هون، كان راح ورجع. خلصي وليه؟ بطلع قد 10 من فرج، سمعانة ولا مالك سمعانة؟ اتصلي بأبو شكيب خليه يجي يكتب محضر، بركي بيلحقني بالواقعة.